كثرت الأقاويل في الفترة الأخيرة عن تلقي الجيش الحر الجيش السوري الحر في الداخل الأسلحة النوعية، والآن نلتقي مع مجموعة من لواء سهام الحق دروع الثورة، وهي تقوم بتصنيع الأسلحة النوعية. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أخي، هل ممكن أن تطلعنا ماذا تفعلون؟ الحمد لله رب العالمين، نقوم الآن بصناعة أشواذ الدافعة للهاوي لكي نقوم بضرب أهداف للجيش الأسدي التي يقوم من خلالها برمي المدنيين الآمنين. يعني صناعة محلية بسيطة. ممكن أن تطلعنا عليها؟ هاي هون عندنا حشوات دافعة، نجيب شوية بارود منعيد تعبئتها بالبارود. خراطيس صيد؟ أيوة، خراطيس صيد تعبئتها بالبارود، وكبسونات جديدة. والاتكال على الله، والاتكال على الله سبحانه وتعالى. هاي طالع طالع